مولاي صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس أدام الله عزكم وخلد في الصالحات ذكركم. نعم سيدي أعزكم الله ونصركم. يتشرف خادم الأعتاب الشريفة رئيس جمعية عبد الصمد الكنفاوي أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أعضاء الجمعية وإدارة مهرجان العرائس الدولي للثقافة والفنون والتراث في دورته السابعة، وعن ساكنة إقليم ومدينة العرائس وعموم الشعب المغربي أن يرفع إلى مقامكم العالي بالله آيات الولاء والإخلاص مشبوعة بصادق المحبة والوفاء لجنابكم مبتهلين إلى العلي القدير أن يمتع جلالتكم المنيبة بموفور الصحة والعافية وطول العمر. مولاي صاحب الجلالة والمهابة، إن رعاياكم الأوفياء بحاضرة مدينة العرائش العزيزة عليكم يغتنمون هذه المناسبة السعيدة بمناسبة تنظيم الدورة السابعة لمهرجان العرائش الدولي للثقافة والفنون والتراث تحت رعايتكم السامية في إطار احتفالات الشعب المغربي بذكرى تربعكم على عرش أسلافكم الميامين، أن يتقدموا بصادق الامتنان لروح مبادراتكم الفعالة واهتمامكم المتزايد بشؤونهم الخاصة والعامة وبناء صرح الأمة المغربية